مرحبا، كيفكم؟ معكم هادي وكريم. من قناة هادي وكريم. طبعا طبعا اليوم رح اليوم نلعب ماب باركور، واسم اسمه هالماب. تمام. قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك شير وسبسكرايب. كومنت، ويلا يلا نبلش. نبلش. طبعا سكين هذا هو الأسود الأزرق والأزرق والأسود، وسكن السكن هو هو الأخضر. الأخضر والسكن إيه. أنا وقعت. فيلا. طب أنا هيدا جديد الباركور، وحلو. مثل ما عم بتشوفوا فوق محطوط فيه هيدا الباركور 505 مراحل. فيلا نكمل. طبعا نحن مش رح نسويه كله، عجبتكم جزء تاني اكتبولنا بالكومنت. انا عم ضل اخسر، هي سهلة بس ما بعرف ليه انا عم بخسر فيها. ايه وانا يعني هلا وقعت. انا وصلت، والتشيك بوينت هو الابيض. ايه طبعا هي ما هيدا. طبعا اللي نسيوا شو معناتها التشيك بوينت هلا بشرح لكم. بس انا انا برجع كنت بس اشرح لكم، بس هلا انا وقعت وكنت اخذ التشيك بوينت. ايه ف هي شو بده يصير؟ رجعت على التشيك بوينت، يعني محل التشيك بوينت، فهو برجع مهم. هون من الاول مرحلة. ف يلا نكمل. طبعا في شوية لاج عندي، انا هلا رح اعمل طبعا اذا توصلوا المقطع 10 لايك بنسوي جزء تاني، واذا توصلوا المقطع 15 لايك خلص بنبلش بالحفلة، بنبلش تحضير الباركو اللي بدنا نساوي للحفلة. يعني اذا كيك توصلوا المقطع 15 لان احنا بس بدنا دعمكم، واذا بجيبوا 20 لايك بنساوي المقطع جزء تاني منه وفي اسمه انتوا ونجيب دعموا الحفلة. ورح تلاقوا كتير اشياء حلوة. ايه طبعا احنا يا بعدنا بأول قناة، بس المستقبل اكيد رح نتطور ويصير تصير القناة احلى، يكون في اشياء احلى بكتير. طبعا اللي ما بيعرف هالك هو شخصية كتير مشهورة تقريبا، يعني مثل سبايدر مان، هي من ابطال كرتون. خارقين، هي لونها اخضر وهي كبيرة يعني كتير قوية كمان. هيدي سهلة انه ما فيها ناط، انه فيك تمرقها هيك عادي. ايه هو كلهم لحد هلا كلهم سهلين، فبس انه شوي بتحس بالمتعة يعني فيهم لهول تنبسط. وده شوية تركيز، لأن إذا مثلا بتنط نطة غلط يمكن تقع وتقع يعني. ايه مثل هلا فيلا هذا بقى. نكمل. فيلا نكمل. هي هذا هو. ايه يلا نكمل. هذا انت عم تعملها بالعكس. اوكي كيس. هلا هادي وين؟ مش ارجع لك انا. يلا نط هادي هيك نط. هادي هلا هادي وينو 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 هادي هيا هادي. هي آخر مرة للمتابعين، رح خليها هي آخر مرة، ما رح أوقع صدقني. ايه هادي يلا ما يقول وصل هادي. طبعا يلا صدق. اليوم رح نساوي 15 مرحلة، ولعيونكم مرحلتين أكتر. يلا هلا نعرف بعد مرحلتين لعيونكم. يلا بابا 10 بكفوا، لأن ما بدنا المقطع يكون كتير طويل. فيلا العيون
تبعين بعد مرحلتين؟ واه منيح ما وقعت. يلا هلا بعد مرحلة العيون متبعين. يلا 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 وصلت. أنا كمان نسوي بعد ما رحلة العيون كلها لعتبعين معنا. هلا هي آخر مرحلة اليوم ويلا نختم يلا وبس. كون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى كلكم تضغطوا زر اللايك. بس مع السلامة. مع السلامة.